أما عم روحك أيوين قالين قديشة تمارن إيشو عم شيحة كارزوثات يوحنان شو حال مشيحة مارن آمين إشلا هيا. قال الرب لتلاميذه قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني لأني منطلق إلى الآب. فقال تلاميذه بعضهم لبعض ما هذا الذي قال لنا قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني ولأني منطلق إلى الآب. وكان يقولون ما هذا القليل الذي قال أن لا ندري ما يتكلم به. أما يسوع فعلم أنهم يريدون أن يسألوه فقال لهم أعن هذا يسائل بعضكم بعضا لأني قلت لكم قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني. الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح وأنتم تحزنون لكن حزنكم يؤول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأنه قد حان يوم ميلادها، لكنها متى ولدت ابنا لا تذكر شدتها من أجل الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. وأنتم أيضا الآن حزانا لكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم أن كل ما تسألون أبي باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تسألوا شيئا باسمي، اسألوا تعطوا ليكون فرحكم كاملا. كلمتكم بهذا بأمثالا، ولكن تأتي ساعة لا أكلمكم فيها بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تسألون باسمي ولست أقول لكم أني أطلب إلى الآب من أجلكم، فإن الآب يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم أني من عند الآب خرجت. والمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا أخوتي أخوات المشاهدين المستمعين الكرام. وصلنا إلى زمن الأحد الرابع من زمن القيامة، إنجيل يوحنا الفصل 16 الآيات 16 إلى الآية 33. يشير الرب يسوع هنا مفارقته لهم بهذا النص حيث سوف يغيب عن نظرهم قليلا في القبر وبعد ذلك يتراءى لهم بمجد القيامة. لن يستطيع التلاميذ أن يفهموا أقوال الرب بخصوص موته وقيامة يسوع، وكان من المنتظر أن يسألوه، ولكن مجده وجلالة حضوره البهي جعلهم لا يتجرؤون على سؤاله، ويسألون بعضهم بعضا خوفا أن يسألوا يسوع. بدأوا التلاميذ يتناقشون موضوع الموضوع مع بعضهم البعض ويسألون، وكانوا يجلون مع كلماته لهم تحمل في طياتها معاني التواضع واللطف والمحبة. بمحبة أخوية يسوع كان يتكلم مع التلاميذ، قليلا سوف ترونني وقليلا لا ترونني، ولكن قربهم الشديد منه جعلهم يعاينون مجد يسوع القائم من بين الأموات. ذلك المجد الذي تكلم عنه يوحنا بعد عشرات السنين قائلا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. ولكن التلاميذ لم يسألوا يسوع عن هذا القليل الذي يتكلم عنه، يرجع فقط إلى مجد جلالة يسوع ورهبته، بل أيضا إلى ضعفهم وضعف ثقتهم في محبتهم ليسوع. كان جدير بهم أن يتقدموا
بكل محبة أخوية كما يسوع أراهم هذا اليوم أن يتقدموا بجرأة وبمحبة ليعرفوا منه الحقيقة. تمييزهم للمعاني أقواله بطيء جدا مع التلاميذ لأنهم لم يستطيعوا لحد هذا اليوم من حسب النصوص الكنسية التي وضعتها لنا أنه التلاميذ بعد لم يستقبلوا الروح القدس كي يعرفوا ما هو الإله الواحد. المعرفة، عدم الثقة، عدم المعرفة أو الإيمان. تمكن الرب يسوع لكونه هو الله المتجسد أن يقرأ أفكارهم، وهكذا ظهر من خلال أسئلته معرفتهم الكاملة بارتباكهم وحيرتهم. فهو لم يرد عليهم بشكل مباشر لأنه عرف ما في قلوبهم، عرف ما في مخيلتهم، عرف بماذا يفكرون، لأنه نجح قدم لهم المزيد من الإيضاحات بشأن عبارة بعد قليل. العالم سيفرح لأنه نجح في صلب يسوع المسيح، بينما ماذا يحل في التلاميذ في تلك اللحظة؟ ينوحون ويبكون ويكونون هاربين فارين من وجه اليهود. إلا أن هذا الحزن لا يستغرق طويلا وإنما فترة قصيرة وجيزة فقط، ذلك لأن حزنهم سيتحول إلى فرح، وهذا ما حصل فعلا بالقيامة. أولا القيامة، وثانيا كما نوهنا عن هذا الموضوع حلول الروح القدس على التلاميذ، ومن ثم بالنسبة إلى جميع التلاميذ في كل العصور سيتحول حزنهم إلى فرح لدى مجيء الرب ثانية. أخوتي أخوات المشاهدين المستمعين الكرام، بهذا النص اليوم أحب أن أتوقف إلى نقطة معينة، نقطة قد ذكرتها سابقا أنها الكلام الغير مباشر مع الشخص المعني، نقول لها باللغة الإنجليزية gossiping، الكلام خلف الظهر. لا يجوز، لا يصح للإنسان المؤمن بقيامة يسوع، بمحبة يسوع، بإيمانه بيسوع أن يتكلم على الشخص الآخر خلفه. يتكلم عندما لا يوجد لديه معرفة كاملة بهذا الشخص، أو عدم ثقته بهذا الشخص، أو عدم محبته بهذا الشخص. السماع والنظر كثير مهم، تكلم بما ترى ولا تتكلم بما تسمع. فالسمع قد يغدر الإنسان، فحافظوا على هذه النقطة أخوتي أخوات المشاهدين المستمعين. تكون مليئين من الإيمان وبمحبة، تحافظ على إيمانك عندما تواجه الشخص مباشرة. لا أتكلم خلف الظهر، لا يجوز بهذا الشيء. وعندما نتكلم إلى شخص آخر غير موجود في حياتنا كأنه نتكلم على شخص يسوع. يسوع حاضر بنفسه بيننا، كما قال لنا سابقا، يجتمع عندما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم. هذا هو حضور يسوع في داخلنا، الا ندع الشيطان يغلبنا، يغلب افكارنا، عواطفنا، قلوبنا، عقلنا، حتى نتكلم على الشخص الاخر بالظهر. علينا مواجهته كي نكسبه، لا لكي نزيد مثل ما يقول الطين بلة. نكسب الشخص لكي لا يضيع ولا يفقد إيمانه ولا ثقته ولا محبته ولا معرفة به. أشفق عليهم الرب يسوع في تلك الليلة لحزنهم الشديد للفراق الذي سيعيشونه، وتكلم معه بكل محبة ولطف قائلا لهم أنهم سيحزنون، ولكن حزنهم سيتحول إلى فرح. سيحزنون لأنهم سيفقدونه بالموت، أما العالم سيفرح لأنه تخلص منه.
حضور يسوع أنار على العالم الشرير، أنار الظلمة التي كان يعيشها، فكشف الفساد الظلم بهذا النور في الظلمة، والظلمة لم تدركه. حزن التلاميذ ما لبث وأن تحول إلى فرح، فرح القيامة. هذا هو اليوم يسوع يدعونا إلى فرح القيامة. لقد تحقق فعلا ما قال الرب، لأن حين أتت مريم المجدلية لتعلن قيامة الرب لتلاميذه وجدتهم ينوحون ويبكون. وحين اقترب الرب يسوع من تلميذا عماوس الذين يذهبا إلى قرية اسمها عماوس، لا شك أن التلاميذ تذكروا أقواله هذه خلال مدة وجوده في القبر، ستبكون وتنوحون. وحين كان التلاميذ حزانا وكان أعداءه أعداء يسوع فرحين، بعد قيامة تحول التلاميذ إلى فرح، وأعداء يسوع بدأوا يتحيرون بموضوع القيامة، يخافون بشخص يسوع، بدأوا يخافون أيضا من التلاميذ. لهذا على مر الزمان ومر العصور بدأ التلاميذ قليلا وقليلا يقتلونهم، استشهاد التلاميذ بالصلب بالقطع بكل وسائل التعذيب رأوها تلاميذ، لأن خوفهم من موضوع القيامة، خوفهم من نور القيامة الذي شع في داخل حياة التلاميذ وحياة كل إنسان مؤمن. تحول الحزن إلى فرح، أن الشيء الذي كان مصدرا لحزنهم أصبح هذا الشيء المصدر للحزن، هذا القبر أصبح منبع الفرح للتلاميذ. أصبح المسيح الذي مات وقام هو مصدر فرحنا اليوم، كأن الروح القدس عامل لتحويل الحزن إلى فرح. وأصبح الصليب أيضا مصدر للفخر، كان في السابق مصدر عارا، حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. أخوتي، يسوع أعطانا في هذا النص مثل عظيم جدا نعيشه كل يوم كل لحظة في حياتنا، هنا وهناك نسعى من هذا وذاك، عن الولادة التي تنجب شخص إلى العالم. المرأة عندما تلد تعيش في شدة ألمها، في معصرة الألم، ولكن تنسى هذا الألم وتنسى هذا الحزن وتنسى هذا الوجع عندما يولد طفل صغير في البيت. هذا هو الفرح الذي يدعون إليه يسوع اليوم. أخوتي خواتي المشاهدين ومستمعين الكرام، هكذا التلاميذ فرحوا بقيامة يسوع، جعلهم ينسون الحزن، لأنه قد ولد إنسانا في العالم، لأنه قد شع نور القيامة في حياة التلاميذ. وهذا الإشعاع هو ليس فقط للتلاميذ، هو لكل إنسان مؤمن بقيامة يسوع. سرعان ما سينسون الآلام التي رافقت في الجمعة العظيمة وإلى يومنا هذا، حالما يرونه مرة أخرى. هنا أيضا ينبغي لنا أن نعبر عن جهلنا للوقت المشار إليه في كلمات الرب يسوع: سأراكم أيضا. هذا المقصود هو القيامة، إرسال الروح القدس يوم 50 أو المجيء الثاني، غير أن النتيجة في كل هذه الأمور هو الفرح والابتهاج، فرح لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. قيامة يسوع هو مصدر فرح لكل العالم المؤمن بالقائم من بين الأموات. علينا أن نعيش فرح القيامة دائما في حياتنا، ولا نتكلم عن الآخر بالسوء. علينا أن نحاسبه على أغلاطه وجها لوجه، أن نواجه الشخص، لا نتكلم خلف الظهر، لكي نعيش فرح القيامة وننسى الحزن الذي عشناه في حياتنا مع يسوع. هذا الحزن الذي كان قبل قيامة يسوع المرة في معصرة الآلام، هذه المعصرة تحول إلى فرح القيامة. يسوع يدعونا إلى هذه المعصرة لكي نصل إلى قيامة، إلى مجد القيامة مع يسوع، نعيش مع يسوع. دائما أذكر
العلاقة مع يسوع هي أن نعيش يسوع في حياتنا لكي نشعر بسعادة وفرح. في ذلك اليوم هو يوم القيامة من بين الأموات وصعوده إلى السماء وإرسال الروح القدس. ترجع إلى الأصل اليوناني نجدت كلمة تسألونني تختلف عن كلمة طلبتم، لأن تسألونني تعني السؤال الودي أو الصديق من صديق آخر على قدم المساواة، أما تطلبونني فتعني التوسل من شخص أقل إلى شخص أعظم، كأن أنا أتوسل إلى يسوع هو أعظم الكل، هو يعطي ما أطلبه منه. الرب يسوع في سؤالي من الآب لأجل تلاميذي لم يستعمل الثانية قط، بل الأولى أيضا، عندما تسألونني وتطلبونني معناته يسوع يعيش الصداقة والأخوة مع التلاميذ. هذا هو الوديع المتواضع القلب، لكن بعد ارتفاعه عنهم كان عليهم أن يتقدموا إلى الآب في استحقاق المسيح وقبوله لديه ومعزته عندهم. هذا ما يعنيه الطلب بيسوع المسيح. أخوتي أخواتي المشاهدين المستمعين الكرام، في هذا الأحد علينا أن نتأمل جيدا حضور يسوع دائما بيناتنا، وأن نكف في هذه الأيام عن النميمة والتذمر، وأن نعيش دائما في فرح القيامة، أن نعيش أحد القيامة، أن نعيش مجد القيامة، أن نعيش نور القيامة في حياتنا. إذا لا ما عشنا هذا الفرح، ليش القيامة صارت في حياتنا؟ لماذا يسوع صلب من أجلنا؟ إذا لا نفكر بهذه القيامة، علينا دائما أن نعيد حياتنا إلى الوراء ونعيش يسوع مرة أخرى. أعزائي، أتمنى لكم قيامة يسوع مباركة للجميع، وأن نكون متحدين يدا بيد، وأن نكف عن النميمة والتذمر، ولا نبتعد عن حياتنا من يسوع لنقترب إلى الله دائما. هو المعين الوحيد السند الذي سيرسله إلينا دائما المعزي الروح القدس يكون معنا دائما. آمين. أحيانا بموته وأطاع حتى الموت، أقسمت على وفائك لغيرك لن أكون. يا من أحيانا بموته وأطاع حتى الموت، أقسمت على وفائك لغيرك لن أكون. يا من كنت إنسانا عاش حياة مثلي، ملت نفسي الأحزان واليأس زاد حملي. يا من كنت إنسانا عاش حياة مثلي، ملت نفسي الأحزان واليأس زاد حملي. أنت ربي حياتي، فيك ألقى نجاتي، أقسم حتى مماتي لغيرك لن أكون. يا من أحيانا بموته وأطاع حتى الموت، أقسمت على وفائك لغيرك لن أكون. يا من أحيانا بموته وأطاع حتى الموت، أقسمت على وفائك لغيرك لن أكون.